السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين خصصناها اليوم عن اليوتيوبرز اليمنيون. ماذا يقدمون؟ هل هو محتوى هادف أم بحثا عن الشهرة؟ في عالم السوشيال ميديا وفضاء العالم الافتراضي تظهر يوميا الكثير من الشخصيات والمواد الإعلامية لا يعلق في الذاكرة إلا ما ارتبط بفائدة علمية أو اجتماعية ونحوها أو إثارة لحظية مؤقتة. على المستوى اليمني ثمة عشرات من الشباب والشابات استفادوا من تقنية التوسع الإلكتروني، فمنهم من نجح في تحقيق حضور ملحوظ بمعدلات متابعة ومشاهدة جعلته في مصاف الأكثر اهتماما لدى الناس. وما نحن بصدده اليوم في هذه الحلقة هو التركيز على أداء اليوتيوبرز اليمنيين أو الناشطين الفاعلين في اليوتيوب، ولكل منهم اهتمامه وأسلوبه في تقديم محتوى للمتابعين. اليوتيوبرز اليمنيون بين يعني مهمة تقديم محتوى هادف وأيضا حب الظهور والبحث عن الشهرة. في هذه الحلقة نستضيف فيها نماذج من شباب وشابات اليمن الذين لديهم إسهامات على مستوى السوشيال ميديا. سيكون معنا عبر السكايب من نيويورك اليوتيوبر محسن ناصر، وسيكون معنا أيضا من كوريا اليوتيوبرز والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي سهيلة البناء، وهي مدونة أيضا. وكذلك سيكون معنا من اسطنبول اليوتيوبر عز الدين عارف، ومن الرياض الرائد في الأعمال مروان المريسي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ هذه الحلقة وأكرر الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة. عز الدين مساء الخير، وسهيلة مساء الخير، وأيضا محسن مساء الخير. مساء الخير، مالكم ساكتين؟ كلكم خايفين ولا أتكلم؟ لنا نقول مساء النبي صلى الله عليه وسلم. مسمعش على فكرة. مساء الخير عز الدين. إذا أبدأ معك عز الدين إلى أن تسمع سهيلة ويسمع محسن. عز الدين، في البداية كيف تتابع ظهور اليمنيين بهذا الصورة الواسعة والكبيرة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بما يقدمون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرسل تحياتي لكل جمهور قناة بلقيس ولكل المتابعين في اليمن وخارج اليمن وفي الوطن العربي بشكل عام. اليوتيوب هو ثقافة انتشرت في العالم طبعا ثم في الوطن العربي، لكنها تأخرت في الوصول إلى اليمن. والمجتمع اليمني هو نوعا ما جديد على اليوتيوب، سواء كنا نحن كصناع محتوى في هذه المنصة أو جمهور متابع لهذه المنصة ومتابع ليوتيوبرز يمنيين. قبل فترة كان هناك يوتيوبرز سواء من جنسيات أخرى وكان لديهم متابعات من اليمن، لكن كيوتيوبر يمنيين فهي نوعا ما ثقافة جديدة. سعيد جدا بدخول كثير من الشباب والشابات اليمنيين لهذا المجال من صناعة محتوى، وأنا أحدهم اللي أشعر أنه ما زلنا نتعلم يعني في البداية، لأنه ما فيش مثلا أمثلة قبلنا. مثلا يوتيوبر يمني معاه مليون مشترك، عشان أشوف كيف سوى وكيف وصل وكيف قدر يوصل للجمهور اليمني. فكلنا ما زلنا نعم تقول الدفعة الأولى من يوتيوبرز اليمنيين، كلنا ما زلنا في مرحلة التعلم. نعم. هل المقياس بالنسبة لك عز الدين هو عدد المتابعين والسبسكرايب والمشاهدين، أم هي منظومة متكاملة قد تؤثر حتى في يعني نقول يعني آلاف نقول مئات، المهم تصل الرسالة، أم أصبح الرقم المشاهدة والمتابعة هو مهم بالنسبة لكم؟ طيب خلينا نكون صريحين كيوتيوبر. نعم. إذا قلناها يوتيوبر كشخص يصنع محتوى على اليوتيوب، فمن الطبيعي أن يكون مقياس النجاح الوصول والمشاهدات والمشتركين. نعم. مثل ما قلت لك ما فيش إلى الآن يوتيوبر يمني معاه مليون مشترك، أقصد يوتيوبر يمني يتكلم بالعربية أو باللهجة اليمنية. لدينا يمنيين لكنهم من جنسيات أخرى أو في دول يتكلموا بالإنجليزي. فمقياس النجاح في اليوتيوب بالطبع لازم أن يكون عدد المشتركين والمشاهدات، لأنها معناها أن رسالتك كانت قوية
لدرجة استطعت أن تصل إلى جمهور أكبر، أو مثل ما يعبروا في يوتيوب أنك صنعت مجتمع عدده 1,000,000 مشترك أو عدده 100,000 مشترك. نعم. أما صناعة التأثير فهو موضوع يأتي بعد مقياس النجاح الأول في يوتيوب كمنصة، وهي الوصول إلى الناس وعدد المشتركين والمشاهدات. نعم. طيب عز الدين، إذا اسمح لي أنتقل أيضا للأخت سهيلة البنا. سهيلة مساء الخير. أهلا، مساء النور، حياكم الله. أهلا بك سهيلة. وجهة نظرك أنت مثل ما قال عز الدين، هو يعني مهم المشاهدة، مهم المتابعين، أم في نهاية الأمر أنت تبحثي عن إيصال رسالة، محتوى هادف يصل للناس حتى لو وصل إلى مجموعة بسيطة؟ أيوة، هو بالنسبة لي صراحة دائما أتكلم إنه إذا مثلا عندي رسالة واضحة أوصلها، أو محتوى مثلا، إذا واحد بس، شخص واحد قدرت أثر عليه، هذا بالنسبة لي كنز. لكن أكيد أنا أظن كمان صوتي بالنسبة لعز الدين، إنه حتى زيادة المشاهدات، إنه ناس يشوفوني مثلا thousands of people يشوفوني، هذا أشوف إنه ثمرة كمان كبيرة وأفرح فيها، لكن ما خليهاش يعني كهدف لي، يعني أكبر من الرسالة اللي وصلها. يعني أول شيء الرسالة، وبعدين يجي تحته عدد المشاهدات بالنسبة لي. نعم. من خلال تجربتك سهيلة، بصدق وصراحة، ما الذي يعني يحبها الجمهور وجاب بعدد فانز كثير ومتابعين كثير ومشاهدات كثيرة؟ بالنسبة للمحتوى يا قصدك؟ أتكلم بشكل عام، هل سهيلة يعني الناس تابعوها لأنها تقدم محتوى هادف، شيء مميز ما حصلوه عند سهيلة ولم يجدوه عند يوتيوبر آخرين أو مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، أم ربما صفات أخرى لدى سهيلة هي التي جعلت المتابعين يعني يعجبوا بسهيلة ويتابعوا ما تقدم؟ لو تتكلم علي شخصيا، أنا أشوف إنه يعني تلاقي ناس أوكي ممكن عجبوا بشخصيتي أو شيء يعني معين، يعني ممكن بطريقة تقديمي، بس إنه موضوع مثلا المحتوى الثابت اللي هو اليوتيوب، أول فيديو اللي كان يستاهل إنه الناس يعني التركيز عليه وكمان النشرة، ممكن هذا الشيء يعني زادني حماس إنني يعني أقدم أكثر محتوى ثابت، صح؟ لكن أنا مش مقدرش، أنا مش في مكان أقدر أحكم إنه الناس إيش اللي يعجبه أو مش ما يعجبهاش، مش صراحة السؤال هذا شوية صعب بالنسبة لي. أنا مش قادرة أحدد يعني إيش اللي جذب الناس لي. نعم. طيب بندخل في الحديث إن شاء الله سهيلة، ونستفسر يعني من نقاط كثيرة، يعني ما الذي يعني جلب الناس لسهيلة، ونشوف وجهة نظر أيضا الشباب الآخرين، عز الدين والأخ محسن ناصر. محسن أرحب بك، مساء الخير أخي محسن. مساء النور أخ مشيب. أهلا بك، مالك حزين وزعلان يعني؟ خليك عادي مرتاح، أول مرة تظهر يعني في قناة. أنت معروف يعني في اليوتيوب وما شاء الله منطلق، يعني لما قلت لك في التلفزيون مرتبك. لا لا، توتر قليل، أول مرة. أهلا بك، المهم شرفتنا محسن. في البداية، هل ترى محسن بأن اتجاه الآن الكثير من اليمنيين إلى اليوتيوب، أنت ربما كنت من المبادرين الأوائل ووصلت إلى يمكن أول يمني يحقق رقم يعني 100,000 متابع في اليوتيوب، وهذا يعني رقم مش سهل في اليوتيوب أن تحصل على هذا النسبة وهذا المتابعين والإعجاب من الناس، لكن الآن السؤال الأهم، هل اليوتيوب بالنسبة لمحسن هو وظيفة ودخل مادي، أم لديك رسالة تقدمها للناس من خلال هذه القناة على اليوتيوب؟ بالنسبة للتقديمات أو دخلت اليوتيوب عشان يكون من زمان، لكن أنا دخلت كشخص أحب أسمع. الشيء الثاني هو أنه حاب أنه نعم من ضمن هذه الرسالة. محسن في إشكالية ولا شيء؟ عندك مشكلة ولا شيء؟ طيب محسن، ربما في إشكالية يعني صوتك يعني يتقطع، لو تركب سماعة وأنا سأعود للشباب ومن ثم أعود لك ونتكلم معك بصورة أكثر عشان نتمكن من سماعك وتسمعنا بوضوح. إذن أعود إلى عز الدين. عز الدين، إذن ربما كانت وجهة نظر مختلفة أيضا الأخت سهيلة، كان لها وجهة نظر أخرى أنه ما يهمهاش عدد المتابعين سواء كانوا يعني بالعشرات أو بالمئات أو حتى بالملايين، لكن بقدر ما هي مهتمة بأن تكون رسالة مؤثرة ولو أثرت في شخص واحد، وأكيد هذا ما يمنعش أن يكون عندها أكيد متابعين. كلامها أشوف أنه ما يتعارض أبداً مع كلامي. أنا كلمتك كمنصة كيوتيوب، نعم.
هي تقدر الناجح بنجاحه في الوصول لعدد مشتركين أكبر. لا ننسى أن منصة يوتيوب هي منصة ربحية. نعم. سواء شركة يوتيوب نفسها تبحث عن صناع محتوى يجلبوا لها مشاهدين، وهؤلاء المشاهدين يجلسوا أكثر وقت ممكن في الموقع ويتفرجوا الفيديوهات. كاللوغاريتميات اللي هي بالعربي الخوارزميات اللي تشتغل عليها موقع يوتيوب نفسه، الموقع نفسه تعتمد على أنه الشخص اللي مشاهداته أكثر يتم اقتراحه للناس أكثر بغض النظر عن المحتوى. أنا هذا الجانب اللي حبيت ألفت نظر الناس له، نعم. إذا واحد يشتغل أكثر يحتاج إلى هذه الأشياء، نعم. لكن بالمقابل الجزء الثاني اللي قالت عليه سهيلة هذا لا يتعارض أبدا مع الشيء اللي أنا أؤمن فيه، وهذا أصلا سبب وجودي أنا على اليوتيوب. وجود لن أقول الكل لأني ما أعرف شو الكل، لكن أغلب الشباب اليمنيين اللي أعرفهم على اليوتيوب بالتأكيد لديه رسالة، وإلا لو لم يكن لديه رسالة ليش الناس حتشوفه؟ ليش الناس حتتفرج واحد؟ نعم. إذا ما هو المعيار بالنسبة لعز الدين؟ عز الدين لا شك أنك تتابع كثير من اليوتيوبر، بعض الناس لا يقدم شيء يعني مفيد، يا أما للضحك أو يبحث فقط أنه الناس تتابع ما يقدم، يعني لا يحرص أن يقدم مادة فيها فائدة. معيار عز الدين ما هو في المواد الذي يقدمها على اليوتيوب؟ طيب خليني أجاوبك على بنقطتين. النقطة الأولى ما نقدر نلوم الشخص اللي دخل يضحك الناس. في ناس تدخل، خلينا نتفق أنا وأنت والمشاهدين، نعم. نبعد المثالية، في ناس تدخل اليوتيوب تشتي تضحك. أنا أحيانا أكون ضابح أدخل اليوتيوب عشان أضحك، فأبحث عن مقاطع مضحكة، فليش ألوم الشخص اللي يحاول يضحك أو الشخص اللي يحاول يسوي محتوى أنا يمكن ما يعجبنيش في أوقاتي العادية؟ ففي جمهور لكل نوع من أنواع المحتوى. لا صعب إنه يلوم الناس إنه ضروري يكون كل فيديو مفيد. ما دام هو اتخذ هذا المجال، ما دام المشاهدين يشتوا هذا الشيء، فصعب إن إحنا نتدخل فيه. النقطة الثانية، أما كعز الدين فأنا الحمد لله مساري نوعا ما واضح لمن يتابع قناتي. نعم. أني أجمع بين أشياء كثيرة، أشارك أفكاري الخاصة كعز الدين، أحيانا أطرح موضوع للنقاش، أحيانا أطرح رأيي حول الموضوع، لكن ما أشعر أني فقط هادف وأدرس الناس. أنا مش جامعة ولا مدرسة ولا عندي من العلم الكافي أن أنا أعلم حد غيري، ولكن أشارك أفكاري، ربما هذا الذي يضع في فيديوهاتي وجعلت الناس ربما ترتبط ببعض الفيديوهات رغم أن الانتقادات تظل مستمرة. طيب عز الدين اذا ابقى معي، وايضا قبل ان اعود لسهيله ساعود لمحسن لانه قطعنا بالاتصال وما اخذش الوقت الكافي حتى يتحدث بما يريد. محسن الان كيف تسمعني بوضوح؟ ايوه اسمعك. ونحن نسمعك بوضوح. اذا تفضل محسن، كنت قد سالتك هل اليوتيوب بالنسبه لك هي وظيفه وتبحث يعني عن دخل مادي، ام لديك رساله وهدف تقدمه من خلال قناتك على اليوتيوب؟ قناتي في اليوتيوب أنا فتحتها، لما فتحت قناتي في اليوتيوب ما فتحتها عشان الفلوس، وقعدت أكثر من 6 شهور بدون أي دخل من القناة. لكن بما أنه أنا عندي شغف لصناعة الأفلام وتصوير وما شابه ذلك، وأيضا بما أنه كثير من العرب يا أما عنده نظرة سيئة أو عنده نظرة مثالية عن المجتمع الأمريكي وعن حياة الشاب العربي أو العرب بشكل عام هنا في أمريكا، حبيت أنه أنقل صورة عن الحياة في أمريكا أو الحياة اليومية هنا في أمريكا. نعم، تابعنا لك أكثر من مقطع محسن، تحاول أن يعني أن تجعل يعني العادات والتقاليد اليمنية، الزي اليمني حاضر بفيديوهاتك في بلد الغرب في أمريكا. إلى أي مدى وجدت هذا النوع يعني محبوب لدى الغربيين لدى الأمريكيين، وكيف كان أيضا مستوى المتابعة والمشاهدة على اليوتيوب؟ بالنسبة للعادات والتقاليد هنا في أمريكا هي محترمة من قبل الأمريكيين، وتقدر أنك تمارس عاداتك وتقاليدك بكل حرية. وحبيت أنه أنقل، لما أنا بعض الأوقات ألبس الزي اليمني حبيت أنه أوري بعض الدول العربية أنه العادات والتقاليد اليمنية أو العربية تحترم هنا في أمريكا بينما أنها ما تحترم في بعض الدول العربية. نعم، إذن طيب أعود إلى سهيلة. محسن ابقى معي، أعود الآن إلى سهيلة إلى كوريا. سهيلة هي. إذا سألتك سؤال لا. سؤال مباشر، ما الذي تقدمه سهيلة البناء للمتابعين؟ كلام جميل، سؤال جدا رائع.
شوف، هو في البداية أنا دائما أقول حتى بكل أي مقابلة ما عنديش محتوى ثابت إلى الآن. بدأت بداياتي هي صراحة حتى كانت جدا عفوية، يومياتي جدا عفوية، يعني أنقل بس أعتبر نفسي مش صانعة محتوى كموثقة، أنا بس موثقة ليومياتي، موثقة الأحداث اللي تحصل في كوريا أو الأشياء اللي أحب أشاركها للجمهور، موثقة للثقافة مثلا اليمنية، يعني أول الفعاليات الثقافية اليمنية اللي تحصل في كوريا وأنقلها للعرب بشكل عام مش بس اليمنيين. هذا هو يعني أعتبر كموثقة ولست صانعة محتوى إلى الآن. بس موضوع يوتيوبر إلى الآن علي بدري جدا، لأنه زي ما تعرف أنه بس عندي 2 فيديوز في اليوتيوب، ما عنديش أكثر من كذا، وموقف هذا الموضوع بسبب يعني أولويات في الحياة وهذه الأشياء. هذا اللي أقدمه، يعني أقدم أشياء جدا عفوية. ممكن الآن يعني في الفترة الأخيرة بدأت أركز على الحملات اللي يقوموا فيها الشباب اليمني، وأحاول أوصلها يعني للناس اللي عندي بالذات في السناب شات. نعم، أكثر الأشياء التي نشرتها سواء في السناب شات، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب، وجدت لها تأثير كبير والناس حبتها من سهيلة وطالبوك أن تكثري من هذه المواد، ما هي؟ ممكن كلامي دائما على موضوع المنح. الناس أصبحت يعني كثير جدا مهتمة بموضوع المنح، مش بس لكوريا، لا لدول ثانية. موضوع مثلا الهجرة، مع أنني جدا ما تكلمش عن الموضوع، يعني بالذات موضوع اللجوء وهذه الأشياء شوية صعب بالنسبة لي، ولكن أحاول أن أجمع معلومات بقدر الإمكان. هذه الأشياء جدا لاقت يعني رواج في السوشيال ميديا، يعني أو في السناب شات عندي. نعم، كمان يومياتي صراحة العادية اللي هي يومياتي اللي هي بشكل يومي، عرفت كيف هذه العفوية، الناس دائما تقول لي ليش ما تصوريش كذا، يعني أكثر الناس إعجابا بسهيلة هي العفوية والمواد اليومية التي تقدمها ربما سهيلة، أليس كذلك؟ يعني يمكن أدري يمكن. طيب اسمحي لي سهيلة وأيضا محسن وعز الدين، نذهب الآن نشوف رأي الجمهور عن ما تقدمه أنتم كنموذج، وأيضا اليمنيين بشكل عام في اليوتيوب مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف آراءهم وبعدين أعود إليكم، ابقوا معنا مشاهدي الكرام. الآن نذهب لمتابعة مادة ميدانية رصدنا من خلالها آراء الجمهور حول ما يقدمه اليمنيون على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، نتابع. اليمنيين الذين بدوا بإطلاق قنوات لهم عبر اليوتيوب، في الداخل اليوتيوبرز اليمنيين يمتلكون صعوبات كبيرة، خاصة في الدعم المادي، في الإمكانات التي يمتلكونها، الضغوط النفسية الذي لا يمكن أن يقدم محتوى مرئي للمجتمع. أما اليوتيوبرز اليمنيين الذين يعملون في الخارج هم أكثر إبداعاً، أكثر إظهاراً لقدراتهم، أكثر إظهاراً لأفكارهم وإبداعاتهم، ويقدمون محتوى إبداعي. بخصوص اليوتيوبرز اليمنيين، في منهم من يبحث بالشهرة على أي غرض، سواء يجمع مشاهدات للغرض الربح المادي، والقليل منهم من يعمل محتوى مرئي، يعمل على التأثير بالناس، يقدم محتوى يؤثر في الناس بشكل إيجابي، أو يعمل على تحسين سلوكيات خاطئة لدى المجتمع. والله بالنسبة لهذا الموضوع هناك نوعين من الناس، من يريد الشهرة وهناك من يريد أن يقدم محتوى إبداعي للآخرين كي يفيد الآخرين. هناك من أغلب المقاطع الفيديو اللي نشاهده قصدهم يعني العقابات، أو مثلا تقول الحصول على الأموال. وبالنسبة للناس المبدعين والذي يقدموا محتوى هم يعتبر قلة في هذا الجانب. بالنسبة للمذيعين اللي يظهروا على اليوتيوب أو ما يسمى باليوتيوبرز، هي طبعا بالنسبة لي وسيلة يعني مهمة لطرح إما أفكار أو ثقافات أو قنوات تعليمية أو ما شابه، لكن للأسف الظاهر اليوم أو المعلوم حاليا بأنه مساحة كبيرة من هذا فقط تستغل أو يعني توجه نحو يعني الشهرة أو المكاسب أو حاجة زي كذا، مساحة ضيقة منها تستخدم حقيقة يعني اللي هي للثقافة أو لطرح أفكار أو لنشر معلومات أو حاجات زي كذا. يعني بالنسبة لمذيعين اليوتيوبرز هم مجموعة قليلة في اليمن، يودون رسالة، منها من يودي رسالة ثقافية، منها من يودي رسالة
تعليمية، منها من يودي رسالة ورسالة أفكار وحلول لمشاكل، والأكثرية 90% منهم في الوقت الحالي من يحاولون الشهرة والظهور في المجال. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا عينة من اليمنيين الذين يتابعون ما تقدمونه على اليوتيوب، وأعود للشباب عز الدين وسهيلة ومحسن. عز الدين، سمعت ربما يعني آراء الكثير من الجمهور، بعضهم يقول تبحثوا عن الشهرة، بعضهم يقول ما يقدموش محتوى هادف، بعضهم يقول يبحث فقط عن اللايكات وعن الشهرة، ما رأيك أنت؟ طيب أنا أكون صريح ولو مرة واحدة، نعم، وهذه المرة خلونا نكون شوية منطقيين ولا نلقيش اللوم على اليوتيوبرز فقط، بل أيضا نسلط شوية الضوء على الجمهور. نعم، أنتوا لا تستضيفونا وتطرحونا في زي المحكمة ويلا فين المحتوى المفيد وكذا، لكن ما نقدرش نجيب الجمهور. نعم، خليني أنا الآن أجيب رسالة للجمهور. أنا كعز الدين عارف، مريت صار لي سنتين ونص في اليوتيوب، عملت كل أنواع الفيديوهات، بدأت من التعليمي إلى الدراسي إلى الفلوغز إلى السفر إلى التجارب إلى كل شيء. نعم، وأقدر أقيس مستوى المشاهدة كيف بيختلف ومستوى التفاعل. نعم. في فيديو سويته تعبت عليه، جلست اسبوع بحثت في رساله، فكرت الفكره جت لي قبل شهر، جت شهر اخطط لها، في الاخير ما حصلت مشاهدات. هذا الموضوع يثبطني يعني صراحه، هذاك اليوم تحطمت نفسيا، ما حد عارف، بس زعلت لان الفيديو كان فيه رساله وكان هادف وكان كل حاجه، كان الفيديو المثالي بالنسبه لي كعز الدين. نعم. واللي شافوه اعجبهم الفيديو ما شاركوه. يعني ايش كان الفيديو عز الدين؟ الفيديو ايش كان؟ حق يوم بدون كلام، جلست يوم كامل ما تكلمت ومريت يعني وثقت تجربتي كيف كان هذاك اليوم، ما كلمت أحد وتكلمت نهاية اليوم إنه نعمة الكلام كيف هي مفيدة وكذا. إذا يعني هذا يؤكد إنه إذا المتابعين فعلا يا عز الدين، إذا أنت فعلا إنه المتابعين للأسف ما يبحثوش عن الفائدة، إذا هم يبحثون أيضا عن الأشياء التي ربما ما تقدم شيء، يعني يضحكوا أو أعجب طريقة أحد اليوتيوبر بكلامه بطريقة إلقائه فقط، لا يبحث عن المحتوى، أليس كذا؟ الناس تدخل اليوتيوب، خلونا نكون صريحين، الناس تدخل اليوتيوب تتسلى. نعم. ما تدخل تستفيد. ناس حياتها كلها محاضرات من أكبر من أول من لما يصحى لما ينام، الناس تدخل اليوتيوب تستمتع، لا أنسى هذا الشيء. نعم. الشيء الثاني، بعض الناس اللي يبحثوا عن المحتوى الهادف مقصرين ويظلموا المحتوى الهادف، وأنا أقول لهم اليوم أنتم ستقتلوا المحتوى الهادف لأنكم لا تدعموا المحتوى الهادف. كثير ناس وراقبت هذا الشيء اللي انتقدوا وطلبوا مني محتوى هادف، كنت لما أعمل المحتوى هادف يكسل إنه يشاركه في الفيسبوك أو يرسله لحد. والله إذا أنت مش مهتم بالرسالة هذه ومش قادر تبين لي تقديرك وجهدك لهذا النوع، أنا ممكن أشوف جمهور ثاني مستعد يشوف أي شيء أصور له، أنا أضحك مع أصحابي ونروح رحلة يستمتع وينشر ويعمل لايك، طبيعي هذا يدعمني، هذا يقول لي استمر. فأنا أيضا نلوم المجتمع ونلوم الجمهور، الجمهور يتوجه لنوع معين من المحتوى، والجمهور الذي يبحث عن المحتوى الهادف لا يدعم المحتوى الهادف، فمن الطبيعي أن يموت المحتوى الهادف أو يتثبط قليلا ويستمر أي محتوى آخر. نعم. اللي هو طيب. البحث عن الشهرة. نعم. طيب عز الدين. ولا خلاص خليهم يكملوا بعدين نرجع. تمام. حلو عز الدين، يعجبني أنك يعني تلتزم بالوقت عشان تآثر الزملاء. نعم. أعود إلى نيويورك مع محسن ناصر. محسن، أنت أيضا هل من خلال ما تنشره على قناتك فعلا زي ما قال عز الدين هناك الجمهور للأسف الشديد غير يعني ما يحبذش الأشياء اللي هي هادفة، يعني يبحثوا فقط عن التسلية والضحك وأي شيء واحد ممكن يتعب عليها ويحاول أنه قد بذل جهد و إلى آخره، في النهاية ما تحصلش على مشاهدات كثيرة. نعم أخلي في كلام عز الدين صحيح، وانت لو تلاحظ في قناتي انه بعض الفيديوهات تحصلها فيديوهات هادفه 100%، لكن المشاهدات والمشاركه والتفاعل مع هذه الفيديوهات تحصلها قليله جدا، بينما هناك بعض الفيديوهات عندي ما فيش فيها فائده ولكنها تعتبر نوعا ما مسليه، تحصل المشاهدات فيها كثير جدا. فاعتقد انه اليوتيوب هو بالنسبه لجمهور اليوتيوب هم جمهور صغار السن، فتحصلهم ما يهتموا للفائدة بقدر ما يهتموا للتسلية، أنهم يدخلوا يتسلوا بس. نعم. أسرع الأساليب والطرق محسن التي تجذب المتابعين على اليوتيوب والمشاهدين بشكل أكبر من خلال تجربتك أنت؟ من خلال تجربتي
ما تقدر تقول الكليك بيت، اللي هو انك تقدر تحط عنوان جذاب و ايوه هذا النقطة محسن المحتوى. هذا النقطة انا يعني لي عتب كثير على كثير من اليوتيوبر سواء يمنيين او اجانب، يعني البعض يكتب عنوان شاهد ماذا حصل ويفعل لك صورة حتى مش موجودة الصورة داخل الفلوج او المقطع اللي نزله، فقط من اجل ان يضلل على الناس حتى يدخلوا، تدخل ما تلقيش يعني اجابة للعنوان الذي ذكره. كيف تتابع من ينتهج مثل هكذا أساليب محسن؟ وهل أنت أيضا من نفس النوع تفعل عنوان يعني إلى حد كبير فيه نوع من التضليل أو نوع من المغالطة؟ أنا بالنسبة لي ما أعتقد أنه أضلل في العناوين، لكن برضو أحترم الأشخاص اللي يضللوا لأنه الناس تتابعهم بكثرة وبشكل متردد، بالرغم أنهم عارفين أنه عناوينهم مضللة لكنهم يظلوا يتابعوهم، فشافوا انه لكن يا محسن انا بتابعك يعني اليوم طبيعي. اليوم بتابعك، اديت لي عنوان وصدقتك، دخلت المره الثانيه ها يلا بزيد اصدقه وادخل، المره الثالثه خلاص ما عاد بدخل، يقول هذا يكذب علي، هذا يجيب لي عنوان وفي النهايه ما لقيش اجابه للعنوان ولا السؤال اللي حطه في يعني كعنوان للفيديو اللي نشره. شوف، اكثر من يستخدموا الكليك بيت هم اللي يستهدفوا صغار السن، لانه صغار السن ما يهتم للمحتوى او يهتم هل العنوان فعلا يتناسق مع المحتوى، لكن كبار الاشخاص اذا تشاركون اذا مثل هكذا نوع من اليوتيوبر يشاركون بطريقه او باخرى في التضليل والكذب على الاطفال بالذات هذه الشريحه التي هي فعلا تصدق كل شيء. نعم ممكن. نعم طيب محسن ممكن. نعم محسن، انا فقط سؤال أخير فقط بالنسبة لك أنت كرسالة لليوتيوبر اليمنيين، ما الذي تنصحهم؟ بماذا يعني توصيهم أن ينتهجوا؟ لأنه للأسف فعلا الآن في الفترة الأخيرة انتقل اليمنيون بشكل كبير وبأعداد كبيرة جدا إلى اليوتيوب والسوشيال ميديا، كل واحد يمسك التلفون أو كاميرا ويشتي وقع يعني يوتيوبر، أيش تنصحهم؟ بماذا توصيهم؟ تفضل. شوف، أنا أنصح اليوتيوبر اليمني، شوف بعض الأشخاص يشاهد يوتيوبرز آخرين ويريد يقلدهم، أوكي؟ نعم. وبالتالي ما ينجح. فنصيحتي لليوتيوبرز اليمنيين إنه إذا عندك شيء أو عندك رسالة، سواء تقدر إنك تسلي الآخرين، فيديوهات ترفيهية، فيديوهات تعليمية، فلكن إيش؟ أهم شيء إنك تكون راضي عن المحتوى اللي تقدمه وما تحاول إنك تقلد الآخرين أو بس عشان إيش؟ عشان تنشهر. نعم. محسن شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، الآن سأودعك ويعني إن شاء الله لنا لقاءات وحلقات مقبلة إن شاء الله. شكرا لك محسن ناصر اليوتيوبر اليمني من نيويورك لكم. يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام الآن نذهب إلى أين أستاذ عيسى؟ نذهب الآن إلى هذا الكليب لمجموعة من اليوتيوبر عن بعض الأشياء التي اجتمعوا في تقديمها، نتابع هذا المقطع ومن ثم نكمل الحديث. 15 مليار دولار. مالك يا عبد الرحمن؟ 15 ايش؟ 15 كم؟ مليار. لحظة، المليار كم فيها أصفار؟ 1 2 3 4 5 يا جماعة والله انهم كثير. 15 مليار حق ايش هذا؟ لك هذا أجمالي ما كنت من اليمن كإراثة. هذه كلها ما في علوبها. والله وزعوا شوية دقيق، شوية بر، شوية سكر، شوية زيت ضرب، وشوية إبر، وزعوا لأصحابهم، في حاجات أصلاً ما وصلت. المهم ها يفتهم لكم، ها يفتهم لكم. جزاهم الله خير. بيجوا مثله ولا ما فيش؟ يمكن يتجملوا لكن ما بيش فايدة. ليش ما بيش فايدة؟ لأنه بعد خلص الزلط ونرجع نحن. يا نحن والفلسفة، خلوا الناس تأكل عيش. المشكلة يا جماعة أن الإغاثة لو طولت فهي مفسدة كبيرة للمال والمجتمع، ومدخل كبير جدا للفساد، خاصة أن بيئتنا تتسم بارتفاع معدلات الفساد. الفساد يا سلام، ماذا الأخيرة قوة عجبت يصف. شوفوا هذول اللي جالسين خارج اليمن مرتاحين يتكلموا على الناس اللي داخل اليمن. هو صد، خلونا نسكت. راعي راعي ليش يسكت؟ على فكرة اليمن حقنا كلنا، سواء كنا داخلها ولا خارجها احنا كلنا واحد. يعني يا أخي تنحين ايش تشتي؟ ولا شيء، بس يعني قد وقت تنمية. ربشتوني، ارجعوا خطوة للأمام وادوا لنا المختصر. المختصر أن الإغاثة هي مواجهة الحالات الطارئة، أما التنمية فهي دعم الناس لعمل مشاريع صغيرة مستدامة تضمن دخل مستمر لهم ولبيئتهم. فهمت خلاص، بدون فلسفة، مثل السمكة اللي أنت تصطادها وأنا شويها.
مشوا هكذا يا هبلة، هذا هو مثل سويدي ياباني ولا ياباني، المهم اظنه صيني، بيقول لك لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف اصطاد. ادعموا تنمية اليمن وشاركونا في الهاشتاج تنمية لأجل اليمن. تنمية لأجل اليمن، فعلا كان عمل جميل، كان تسعوا من خلاله سهيلة وعز الدين وعبد الرحمن وصالح الطويل وناصر ومحسن والشباب كثير يعني، علشان تقدموا شيء ورسالة. نرحب بالأخ مروان المريسي، وقبل أن يعني أنتقل لك مروان سأعود إلى سهيلة حتى نتكلم على هذه المقطع الأخير. سهيلة، من خلال هذه الحملة التي عملتوها، هل فعلا وصلتوا إلى الناس؟ هل أحدثتوا تغيير أم اقتصر العمل فقط على هذا المقطع الذي تابعناه وعلى يومين داخل الفيسبوك وتويتر دوشة إعلامية وانتهى الأمر؟ هو صراحة يعني أنا بالنسبة لي دائما في السوشيال ميديا نحس إن إحنا بس نوضع يعني أمل للناس، أو نوضع مثلا حتى نلفت نظرهم من خلال فيديو يعني قصير ممكن. اللي شفته تفاعل الناس كان جدا كبير، تفاعل الناس اللي هم يعني زي كذا مواطنين اليمنيين، مش عارفة عن المنظمات صراحة، ومش عارفة كيف هل في مبادرات بتحصل فيما بعد أو لا، بس إحنا سوينا اللي علينا وحاولنا كمان نوضح للناس على الأقل المواطن للمواطن إنه حملة تنمية لأجل اليمن ما كانت تجاهلا من الحرب أو مثلا ضد عمل المنظمات، بالعكس هي كانت إغاثة تنموية، مش يعني هي دعم تنموي أو إغاثة تنموية بالأصح. مش عارفة كيف مدى، على فكرة معي نفس السؤال، هل أثرت فعلا بال يعني بالكبار ولا لا؟ هذا السؤال أني كمان عندي، احنا نبحث على الإجابة منكم أنتو سهيلة، نبحث على الإجابة منكم أنتو، كيف رجع الصداء؟ هل فعلا وجدتم رجع الصداء قوي جدا والناس يعني انبسطت مما قدمتوه وتعاونوا معكم، أم ربما انتهى الموضوع بالحملة وخلاص؟ لا، هو بالعكس الناس تفاعلت، يعني الناس اللي قلت لك الناس يعني المواطن اليمني تفاعل جدا، في ناس يعني في ناس كان عندها اعتراض على بعض الأشياء وحاولنا نوضحها صراحة يعني بقدر الإمكان. نعم بس نعم بس في ناس على فكرة، في ناس كمان في ناس يعني حتى قالوا كيف نقدر نساعد كيف كذا، يعني في ناس كويسة كثير يعني. نعم. طيب عز الدين، رأيك أنت بالحملة اللي صارت، يعني هل حققت الهدف منها أم لا؟ والله حملة تنمية لأجل اليمن هي كانت فقط هذه هي البداية أولا، وثانيا هي كانت الهدف من هذا الفيديو فقط إخبار الناس بشيء اسمه تنمية، وإخبار أيضا المنظمات والجهات الداعمة أنه رجاء يعني استمروا في إغاثتكم، لكن أيضا شوفوا الجانب التنموي اللي ممكن يدعم على المدى البعيد. اليوتيوبر لا ننسى يا أخي بشير أنه يعني أقصى شيء يسويه هو فيديو، في الأخير إحنا مواطنين عاديين. لكن أنا عاديين. أنا من ضمن مجموعة كثيرة لاحظت أنه كان هناك ربما يقول لك هؤلاء يعني ضرب من الخيال، أنه يعني الشباب يطالبون بتنمية في ظل أصلا لا وجود لا لدولة ولا وجود أيضا لتنمية، فهذا يعني مثل ما يقولون بالمصريين عبط زي ما يقول بعض الناس بالتأكيد. ما كيف ترد عليه؟ طبيعي جدا هذا رأيهم، وهذا سيظل قلت لك في أي رأي يتم طرحه لابد أن يكون هناك آراء معارضة. نعم. لم نقول أنه خلاص الوضع جاهز أن احنا الآن نبني، وإنما الإغاثة يكون نوعها تنموي، بدل ما تدي الأسرة كيس دقيق ورز وكذا يروحوا يبيعوه عشان مثلا يدفعوا رسوم دراسة، أو أنه يفتح المحل حقه اللي يصلح فيه تلفونات أو شيء. نعم. روح يفتح له محل تلفون، فقط التفكير أنه عدم إهدار الموارد التي بتوصل، نفس الموارد هتوصل بس توصل بطريقة تنموية ليس بطريقة إغاثية. نعم. هدية من دقيق ورز وسكر فقط لا غير. بعض الناس ما فهموا هذا الشيء، وبعض الناس فهموا، وأمس كان في لايف في الفيسبوك مع أستاذ في هذا المجال وضح هذا الشيء. اليوتيوبرز أختم بهذه، أنه كل اللي يقدر يقوله هو صوت، بعدين الباقي تفاعل الناس، والباقي على تفاعل سواء الدولة أو المنظمات. نعم. إحنا لكن نعم عز الدين، نعم عز الدين، أنا يعني أن فقط أشتي إجابة في نص دقيقة من سهيلة وأعود للأستاذ مروان المريسي، قد تأخرت عليه يعني بخصوص سؤال في غاية الأهمية. سهيلة، الحملة البعض يقول إذا كان الكثير يعني ما افتهم لومش الهاشتاج حق الحملة، كيف ممكن تحدث تأثير أصلا لدى الناس؟
في كان في لبس كثير، يعني كيف تنمية وإيش اللي شو صح ولا لا؟ كنتوا غير موفقين بهذا العنوان؟ صح. هو شوف الاسم تنمية بحد ذاته كبير جدا، الناس تشوفه من فوق، يعني تشوفه من يعني من فوق يعني بمعناه الكبير. نعم. احنا اللي قصدنا عليه ممكن فعلا ممكن يكون عندنا قصور يعني بال يعني تقديم الفيديو، يمكن يعني ممكن احنا يعني حتى بطريقه كلامنا في الفيديو مثلا ممكن في ناس تشوفوا انه يعني ممكن تجاهل لبعض يعني عمل المنظمات، هو كان بالعكس ما كانش قصدنا كذا، كان يعني اول شيء يعني موضوع التنميه كان بس عشان زي ما قال عبد العزيز الدين، هو يعني لدعم الاسر مثلا الفقيره او نعم. الشباب اللي عندهم افكار بس مش لاقين الدعم يعني فكان التنميه يعني الناس اللي فهموها كبيره لكنها نعم. لا احنا قصدنا يعني بمعنى صغير ومبسط اكثر. نعم. طيب وجهة نظر. طيب سهيلة ابقي معي، وأيضا عز الدين الآن سنشرك معنا في الحديث الأستاذ مروان المريسي، وسنرى وجهة نظر يعني من دراسة ومتابعة وناقد لهذا العمل اللي تقدمها. أستاذ مروان مساء الخير. مساء النور. أهلا أستاذ بشير، تأخرت عليك كثير أستاذ مروان لكن عذرنا يعني حتى أغلقنا يعني الحديث حول هذا المحور. طيب أستاذ مروان، أنت يعني ربما ناقد وتتابع وتتحدث عن ما يقدم في اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة يعني منهجية وعلمية، كيف تتابع ما يقدمها اليمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب على وجه التحديد؟ والله أحيي وأحيي الأخوة المشاركين، بالعكس يعني أنا حتى لو أخرتني أكثر ما عندي مشكلة، لأنه كلامهم بصراحة يعني يسر القلب، ويعني خصوصا في كل الظروف القاسية على بلادنا التي لا تخفى على أحد. أنا أتابع اليوتيوب في اليمن يعني مثل الأيام الأولى اللي ظهر فيها اليوتيوبرز في السعودية وفي الخليج، يعني بدأوا بأشياء بسيطة والآن أشوف يعني حتى من سنوات أكثر من 3 أو 5 سنوات الأخيرة صار الإنتاج أكثر احترافية، صار المحتوى أكثر ترتيباً، صارت المشاهدات أكثر، الانتشار أوسع، فهذا الشيء يعني جميل جداً. وجميل أنه نشوف تنوع، يعني مثلاً صار عندنا ذكور وإناث، صار عندنا ناس يعني يوجهوا رسائل توعوية، وناس يبحثون مثلا عن الترفيه لأجل الترفيه فقط، وهذا كله أنا أرى أنه شيء يعني مشروع، يعني لا نقول نحن قساه ونقول أنه والله ليش هذا فقط يعني محتواه ما في وراه أي رسالة، أو هذا فقط يبحث عن الشهرة. يا أخي الشهرة شيء مشروع، أنت فقط تلوم الشخص إذا وظف شهرته في شيء سلبي. نعم. بالعكس أنا أرى إنه اليوتيوبرز اليمنيين يعني ماشيين باتجاه تصاعدي، وإن كان التصاعدي هذا يعتبر بعض الصعود والهبوط، لكن التصور العام إنه بشكل تصاعدي مبشر بخير إن شاء الله. نعم. طيب أستاذ مروان، كما تعلم يعني هو كل في اليوتيوب له مساحة الحرية باتخاذ الزاوية التي ممكن يظهر لها للجمهور، لكن ربما الأكثر يبحث في الأخير عن هدف، حتى يعني تصل لي الهدف هذا عن طريق الكوميديا، عن طريق النكتة، عن طريق المشاهد الدرامية، عن طريق الإلقاء المباشر وقدرة الشخص على التحدث بطريقة يحبها الجمهور. من يسعون فقط للبحث فقط عن تقديم مواد للحصول على عدد مشاهدين ويعني المردود المالي وفقط، ولا يهمهم ما يقدم، بعض الأحيان قد تكون رسائل للأسف سلبية وتنعكس سلبا على المجتمع وعلى فئة الأطفال على وجه التحديد، كيف يمكن ترشيد هؤلاء بالمشي بالطريقة الصحيح حتى يصلوا إلى الناس ويحققوا شهرة ويحققوا دخل أيضا مادي؟ هو في الأخير يعني نحن الذي نستطيع عليه فقط يعني توجيه التوصيات فقط، يعني نحن لسنا وكلاء على الناس. نعم. صحيح. ففي الأخير نحن يعني سيعلم جميع هؤلاء اليوتيوبرز إنه يعني لن يبقى إلا من يقدم محتوى مفيد، حتى لو كان ترفيهي يعني فيه فائدة من وراء هذا الترفيه. أما مجرد إنه يعني الابتذال، أنا أشوف حتى في اليوتيوبرز الخليجيين الآن عاملين حملة اسمها تنظيف المحتوى،
لأنه صار في إساءة كثيرة للأطفال وتوظيفهم، وصار في محتوى يعني مبتذل جدا وما في من وراه أي يعني هدف إلا عدد المشاهدات. نعم. نعم الحملة هذه يعني أنا ما أعتقد إنه إحنا الجوبر اليمنيين اللي عندنا وصلوا إلى الابتذال اللي قاعد مثلا هنا. نعم. صحيح. لكن التصور العام مثل ما يعني قدرت إنه الخط تصاعدي وإن كان يعني تأثيره بعض الصعود. نعم. والهبوط. بالتأكيد أستاذ مروان أنا أشكرك على مداخلتك معنا ولو أنها بسيطة لكنها مهمة، ورسائلها من أراد الاستمرارية عليه أن يعني يدرك الطريق الصحيح ويعمل بصورة يعني كويسة حتى يصل للجمهور، والمجال مفتوح للجميع فعلا. شكرا جزيلا لك الأستاذ مروان المريسي، وعودة للشباب عز الدين وسهيلة. سهيلة، هل البنات اليمنيات الأكثر حظا بالحصول على المتابعة والفانز والمشاهدين من الشباب، أليس كذلك؟ وما هي الأسباب؟ الله، أنا عارفة أن الآن عز الدين حاقد علي. ليش؟ أنا والله صح، هذا اللي أشوفه، إنه لأن المجتمع اليمني مش مستوعب فكرة أن الفتاة تطلع وتشوف الكاميرا وتتكلم، يعني كذا يعني يشوفوه شيء غريب جدا، والغريب دائما يعجب الناس، مش عارفة ليش، يعني يشوفونه حاجة يعني ممكن يعجب الناس أو يحبوا ينتقدوه، فهمت كيف؟ نعم. أكيد بلاقي يعني مشاهدات كثيرة أي شيء أقدمه، يعني أنا دائما أتكلم إنه أنا مش دائما أقدم شيء هادف لو تعرفوا. نعم. أنا مش دائما سهيلة تقدم شيء يعني واو هادف ورائع ودائما فيه رسالة يعني، بس صحيح. اللي أشوفه إنه حتى صراحة ما أخفيكم الشر، أشوف إنه في بعض فيديوهات ما لش فائدة وانتشرت طبعا ليا. نعم. ما لش فائدة والناس بدأت تقلد أنا كنت مستغربة ليش، يعني هذا شيء ما يفرحنيش أصلا، يعني شيء ما يخلينيش أشعر بالفخر بنفسي. أيوة. فهمتم. نعم. كيف يعني؟ فأشوف إنه الناس فعلا شو تنتقد أو تضحك على قولة يعني عز الدين. نعم. فيا أكيد بلاقي. طيب. يعني كثير يعني يعني يصل بك الأمر سهيلة بعض الأحيان تستغرب تقول ما هؤلاء الناس يعني علش عاجبهم، علش عاجبهم هذا المقطع، ليش بيضحكوا، ليش بينتناقلوا؟ أكيد دائما أقول ليش يا ربي، يعني هذا بالذات المقطع عجبهم، يعني ما في بش فائدة ولا يعني لا يسمن ولا يغني من جوع يعني بس ليش الناس مركزة عليه؟ إذا هذا يؤكد كلام عز الدين، وربما حتى الجمهور يعني للأسف يعني في تحيز أول شيء للبنات وخاصة اليمنيات على وجه التحديد. ورغم أنه في بعض الأحيان مثل ما تحدثتي سهيلة أنت تستغربي من انتشار أشياء يعني أنت يعني تعتبريها أشياء يومية وتنتقل. طيب عز الدين أيضا أنت لك الكلمة الأخيرة، إذا أيش السبب أنتم أيضا ما يكون لكم هذا الفانز الكبير وهذا الحضور الواسع؟ لازم يعني في سر في حل. طيب إذا تسمح لي أعلق على الأستاذ مروان، أقول له شكرا، كلامه جاب اللي في القلب، خصوصا. نعم. أن الأستاذ مروان في التويتر وشايف المحتوى الخليجي اللي هم قبلنا بسنوات في اليوتيوب. نعم. لتنظيف المحتوى ضد اليوتيوبرز اللي ينشروا شيء سيء أو شيء مخل بالأخلاق أو شيء يهدم المجتمع. أنا أتحدى أي شخص يشاهد هذا الفيديو إلى هذه اللحظة يأتي لي بيوتيوبر يمني واحد نشر شيء يهدم المجتمع أو يحرض على العنصرية. نعم. أو يعني ينافي الأخلاق. فقط الانتقادات تكون أن المستوى ليس بالقدر المطلوب، طبيعي ليس بالقدر المطلوب، كلنا بشر وكلنا ما زلنا نتعلم ونتدرب. بخصوص الكلام سهيلة، هو المثل يقول للأنثى في السوشيال ميديا مثل حظ الذكرين، يمكن انعكست الآية. لكن الأنثى أو البنت اليمنية في السوشيال ميديا تصارع. نعم. نكون صريحين، يتحصل انتباه كثير من الجمهور، لكنها تحصل متابعات أكثر وأيضا تحصل انتقادات أكثر وسب أكثر. أنا الصراحة ما فيش عندي سب تقريبا في قناتي أو نعم كذا، لكن عندما أدخل أحيانا يوتيوبر يمنية أو حتى مفسبكة يمنية تحصل أحيانا هجوم عليها غير مبرر. شكرا، الله يكون في عونهم، أي ضريبة. نعم. إذا عز الدين نختم بالكلمة حقك، يعني هي مذكورة دائما في القرآن الكريم بالذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد في اليمن للأنثى مثل يعني حظ العشرات من الذكور. شكرا لك عز الدين، شكرا جزيلا لك، وأيضا
شكرا للأخت سهيلة على مشاركتكم معنا، والشكر أيضا للأخ محسن ناصر وأيضا مروان المريسي. شكرا لكم شباب على مشاركتكم، وإن شاء الله نكون قد قدمنا صورة واضحة عن ما يفكر به ويقدم به اليوتيوبرز اليمنيين، وما هي مكامن النجاح ومكامن الإخفاق. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.